يا شفشاوان يا نوارة، يا الحبيبة يا المنارة، يا شفشاوان يا نوارة، يا الحبيبة يا المنارة. هي أجواء استثنائية بالمدينة الزرقاء شفشاون، أجواء رمضانية لا تختلف كثيرا عن الأيام العادية بهذه المدينة التي تستقبل الآلاف من السياح والزوار المغاربة والأجانب. بين راس الماء وساحة وطأ الحمام وحي السويقة والقصبة تتنوع مقاصد ساكنة شفشاون خلال رمضان. في هذه الليالي تختلف وجهات الشفشاونيين بعد الفطور حتى موعد وجبة السحور، ليالي يختار البعض قضاءها بين الأصدقاء والعائلة وآخرون في فضاءات المدينة المتنوعة. كنعيشوا رمضان مزيان، كنطلعوا نعملوا شوية الرياضة قبل المغرب، كنهبطوا كندوشوا كنحسوا بواحد الإحساس مزيان خفيف. ملي كنفطروا كنخرجوا كنتلاقاو الدراري أميغوز ديالنا أصحابنا، كنهبطوا الساحة المغطاة، نهبطوا ل40، كل واحد كيمشي للقهوة، كاين اللي كيمشي يلعب بارتيك. بالنسبة للأجواء في رمضان فهي عادية بحال جميع المدن المغربية، يعني مورا المغرب كيكونوا الناس كيمشيو كيأديو يعني صلاة العشاء وصلاة التراويح، موراها كيخرجوا يعني كيخرجوا الساحات العمومية، فهمتي، كيخرجوا الساحات العمومية إلى حدود 12 الوحدة، من بعد كيرجعوا للمنازل ديالهم باش كيوجدوا المسائل ديال السحور. مساءات شفشاون خلال هذا الشهر استهوت أيضا الكثير من السياح المغاربة والأجانب، والذين يجدون متعة أخرى لتناول وجبة الإفطار في مدينة توصف بأنها أجمل المدن المغربية. And I am here in Shashawan for one day with my husband. We love it and wish we had more time here. It's very beautiful. And if I were to schedule it again, I'll tell all my friends to come here for a little bit longer. أجواء رمضان كدوز مميزة معتبرة، كيكون إقبال ديال السياح لأن مدينة سياحية. كيكون عليها إقبال كثير منهم صينيين، إسبانيول، لي أمريكان.